يعني مثلا ما ليفربول خسر كل حاجه السنه دي وما تاهلش لا ده في لا ما سيبك من ليفربول، لا 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 ايه؟ لا ده ريال مدريد، ريال مدريد خسر الدوري وخسر بطوله اوروبا، هو خسر باربعه كمان يعني بس مش دي القصه يا كابتن، انا بتكلمك في ايه؟ ومشي منه مين؟ لكن ليفربول مثلا مشي من ريال مدريد مين؟ بنزيما يعني راح الاتحاد، احسن لعيب في العالم بالظبط، غير صح كده يا كابتن والدنيا مش هتقف. بقى. لا وميسي راح امريكا، بس هم ما عندهمش ضائقه ماليه، هم هيلاقوا الفلوس اللي تخليهم يجيبوا حد تاني وتالت، مع ان برشلونه اللي اول مره ياخد الدوري السنه دي من مده، لما مشي من عنده ميسي وبطل اكزافي وانيستا واللعيبه اللي هي اللعيبه اللي كانت حاجه جامده جدا، عانوا برشلونه، عانى صح، عانى من عدم القيد، صح مش وقفوا كابتن ده القيد، طلعوا من اليوروبا ليج، اي يعني هم انتقلوا من الشامبيونز ليج خرجوا، طبيعي راحوا بيحصل، اليوروبا ليج خرجوا، طبيعي بيحصل، يعني خسروا الشامبيونز ليج واليوروبا ليج بالظبط. وده برشلونة. وبعدين المشكله ان احنا متعودين ان جمهور الزمالك بالذات، يعني في لعيبه وفي اداره وفي حاجات كتير جدا، انما الجمهور بالذات هو دائما الداعم هو الرئيسي، عاطفي. الرئيسي. ما انا نفسي ما فيش حاله نظاميه، خلاص يا جماعه اللي حصل حصل، نفكر في اللي جاي، لان احنا مش هنقفل الباب. ما هي الناس خايفه من اللي جاي يا كابتن، ما هو اللي جاي ايه؟ من اللي جاي لازم يكون معاك فلوس ولازم تجيب لعيبه، واحنا عندنا بطوله عربيه كابتن، يعني هل ينفع نخش البطوله العربيه يا سيدي؟ ماشي، طب انت قول لي الحل، يعني انت دلوقتي قول لي الحل. الحل ايه؟ الحل الحاجة الوحيدة اللي مكتفة النادي هي الضائقة المالية التي يمر بيها نادي الزمالك، صح؟ اما تقول لي اللعيبة، ما هو الراجل ده احنا عندنا مش عارف قضية يوم 18 وقضية يوم 25 طيب. وقضية بتاعت كهربا لسه مش عارف بتاعت المحكمة، وعندنا الاتحاد الدولي رفعنا قضية على موضوع كهربا دوت وموضوع الاتحاد يبقى واللي حصل، نستمر في الدعم فهتلاقي حرب، نستمر في ولسه الدعم. كان عندك سوبر وما قدرتش تلعبه بسبب نظام الكرة في مصر بص الغير عادل، بص نستمر في الدعم، ها لغاية لما ربنا يحلها من عنده، نستمر في الدعم. ده اللي افرض ان احنا ما جبناش لعيبة وهنلعب السوبر، هنلعب البطولة العربية بالمجموعة اللي موجودة، طب هنعمل ايه؟ طيب ادي الله وادي حكمته، واخد بالك ازاي؟ نستمر في دعم اللعيبة، نستمر يمكن صحيح. يطلع منهم حاجة، صح. هنعمل ايه؟ صح، ونستمر في دعم أزاري، انما لو ربنا حلها في الفترة اللي جاية، ايوه صح، ايوه طبعا في متغيرات، وفي الراجل رئيس النادي قال في لعيبة عايزين نجيبهم، وفي 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 في حاجات كتير جدا، يعني صحيح محدش هيقف ضد هذا، يعني او محدش هيمنع ده، لان في الاخر الغرض، يعني انا دلوقتي قاعد معاك عشان اتكلم، عشان اطمن شوية جمهور الزمالك، المجلس الإدارة بيحاول يسعد جمهور الزمالك، يعني عارف عامل زي يا كابتن بالظبط؟ زي واحد كده ابوه اداله مليون جنيه، فاهم قصدي؟ والتاني خد مثلا 5000 جنيه، ايوه طبعا، فينزلوا مع بعض، فيقول لك انت لابس لبس مش شيك وده لابس لبس اشيك منه، طب انت لازم تنافسني في الشياكه، طب لازم تنافس، طب ما انت معاك مليون، وانا معايا 10000. خالد انت قلت، انت فهمت قصدي يا كابتن؟ انت قلت الاسوان بيعانوا معاناه غير طبيعيه عشان السفر وعشان لا دلوقتي المعاناه موجوده لكل الانديه الشعبيه، ما هو في حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا جدا متغيرات، وفي الاخر ما هو ادي الله ودي حكمته. كابتن انت على ايامك مثلا عمرك تخيلت كده ان الاسماعيلي يبقى فرحه جمهوره ببقاء في الدوري؟ والله الاسماعيلي ده معلش، يعني انا بحب الزمالك جدا طبعا وزملكاوي قوي، بس اسماعيلاوي قوي. انا ليه انا بحب الاسماعيلي؟ لان انا كنت بعتبرهم من افضل ناس بيلعبوا كوره على ايامكم، على جميع الايام، علي ابو جريشه، بص من ساعه ما تتفرج عليهم تحس ان فعلا في حاجه بتتلعب مزيكا، خلاص. بس كانوا بيعتمدوا في جهود ذاتيه، بيعتمدوا على لعيبه الاسماعيليه اللي موجودين في الاسماعيليه، وكانوا طبعا حاجه يعني، وكان بيشتروا بعض اللعيبه من بره وعلى المحافظات اللي حواليهم طبعا، عشان كان الهجره وقعدوا في مركز شباب الجزيره فانضموا بعض اللعيبه، بس برضو 90% من الاجيال بتاعتهم اتربت جوه الاسماعيليه، واخد بالك ازاي؟ النهارده مفيش الاتحاد السكندري ده اسكندريه، لو قلت لك اسماء، انا حافظ اسماء الاولمبي والاتحاد والكروم، كل نادي له اللعيبه بتاعته اللي بتمثله. كابتن
كابتن دلوقتي المنصوره محل يا اخي الاسماعيلي، الاسماعيلي عماد النحاس، احمد فتحي، حسني عبد ربه، سيد معوض، مين تاني قولوا لي يا جماعه؟ خالد بيبو، احمد حسن، بركات، محمد حمص. ايوه بص يا كابتن، الجيل ده، الجيل عبد الله سعيد طبعا، شريف عبد الفضيل طبعا، اسلام الشاطر. ايوه حبيبي، بص يا كابتن، الجيل ده، الجيل ده كله اتفرق وكله اتباع. ليه اتباع؟ عشان الاسماعيلي لو معاه فلوس زي الزمالك او الاهلي، الاسماعيلي كان ممكن ياخد الدوري 5 6 سنين ورا بعض بالاجيال دي، واللعيبه دي كلها سابت الاسماعيلي عشان الفلوس، عشان الفلوس بالظبط. خلاص اذا الكوره بقت فلوس. وانت معلش يعني انت لو معاك فلوس من حقك من اي تجيب لعيب من اي حته في اي مكان. بالظبط، انا بتكلم كلام صراحه. ايوه بس انا اللعيب زي ما قلت لك بيحسبها، مين اللي هيديني فلوس في مواعيدها، مين اللي هيكون ملتزم معايا، مين اللي مسنود اكتر، مين الاقوى، مين اللي هيحميني، مين اللي هيصيطني، مين اللي الاعلام بتاعه كده. والله العظيم ايوه، دي بقول لك دي بقى الاضافات. انما انا لو انا بملك الامور الماديه بشكل جيد، هقدر اجيب لعيبه بالعين، كويسه بالعين. بالظبط.